القراءة فيها طاقة مائية كتير، طاقات نارية وترابية وهوائية، كل الطاقات موجودة، بس الأبراج موجود برج الجدي وبرج الجوزاء وفقط. وأنا هذا برضه بشوفه برج الجوزاء وبرضه برج الأسد، يعني بينفع برج الأسد وبرج الجوزاء. طيب تمام، خلينا نشوف طاقتك. طاقتك حكينا فيها إنه أنت حالياً بضربة حظ فايت مشروع، واحتمال لمنكم إنه أنتم مخلين هاي العلاقة للمصير، هو المصير اللي يحركها للأمام، أو مثلاً إنه مثلاً إشي من الله هو اللي يحرك هاي العلاقة. أنتم شايفين الشخص هذا متباعد، زي أخذ منكم على جنب وزعلان وقافل عليكم السوشيال ميديا أو قافل عليكم نهائياً، وهو مو مقرب ناحيتكم نهائياً. كمان هذا الشخص حالياً وضع الكوين أوف سورد، كأنه حاطط حدود لكل إشي، قاطع مع علاقاته مع كل العالم، وأعماله هلأ بفكر بالمنطق والعقل، وكمان هو يمكن إنسان عقلاني وكلامه حاد شوي وعنده قراراته لا رجعته في قراراتي. كمان هذا الإنسان يمكن يختلف عنكم من مدينة أخرى، من مسافة تانية، إنسان هو ناضج، احتمال يكون أكبر منكم سنا، في فرق في العمر، في المسافة، واحتمال يكون من كجو الآخر، من جنس آخر، من جنسية أخرى، من طوائف أخرى، احتمال في فرق بيناتكم. طيب خلينا نشوف هذا الإنسان شو مشاعره بيناتكم. وزعلان جدا جدا جدا، لأنه حاسس إنه أنتوا درتوا ظهركوا إله وتركتوه وحيد. هو قاعد بيفكر في الذكريات كلياتها اللي بينكم، زعلان على فقدانكم جدا جدا، أعتقد في انفصال في هاي العلاقة، كأنه هذا الإنسان شافكم إنكم لفيتوا ظهركوا إله، ومثلا ما أعطتوه فرصة يصلح الكاسات اللي انكبت بيناتكم والذكريات اللي بيناتكم، لأنه هو كل يوم تقريبا قاعد على الأطلال وبتذكر كل إشي صار بيناتكم، أي إشي، ذكريات حلوة، المشكلة اللي صارت، كل إشي قاعد بفكر فيه. هذا الإنسان حزين جدا جدا من ناحيتكم. طب عقله الباطني، بدنا نشوف عقله الباطني. تدفل الإنسان هذا سلام عليكم. طيب بيحبكوا جدا جدا، عقل الباطني متعلق فيكم، وبرده عنده وسوسة في عقل الباطني، كأنه يعني ما بيهدى، بيفكر بزيادة، عنده تعلق في موضوع ما أو فيكم. أنا شايف إنه فيكم، لأنه أنا شايف إنه عنده خطوة ناحيتكم. تفكيره 24 ساعة بفكر فيكم، لأنه برضه هو زعلان وقاعد على الذكريات من ناحيتكم، وبفكر في الذكريات اللي كانت واللي صارت وكل إشي صار. هذا الإنسان عقله الباطني مش مخليه يدرك إنك أنت انفصلت عنه، مخليه هو بحالة ذكريات، بحالة توهان، يعني كأنه الإنسان هذا مش مدرك إنه هو انفصل عنكم نهائياً، فعند عدم إدراك. وبعدين هذا الإنسان على فكرة بعط لك طاقة التفكير جداً، يعني يمكن هو ضغط عليك في التفكير، يمكن أنت بخطر على بالك كتير هذا الإنسان، لأنه في عقله الباطني متعلق فيك جداً جداً، ومغلول جداً جداً إنك أنت كيف درت ظهرك إله وتركته وحيد وزعلان، لأنه عنده كوبايات انسكبت على الأرض، فهو زعلان بنفس الوقت متعلق فيك، بنفس الوقت بفكر فيك، فهو تفكيره ما بيهدى نهائيا، العقل الباطني ما بيهدى كده. طب تفكيره الواعي، تفكيره الواعي هو بحاول إنه يجمع كل أفكاره هاي
وما يطلعها ما يظهرها نهائيا. اذا هو يعني لانه انا عندي هون طلع انه هو متباعد، انتم شايفينه متباعد وسكر هاي الكاسه من ناحيتكم، فهو بحاول انه يمسك افكاره وبس بينه وبين نفسه وما يدير وجهه ويفرد هاي الافكار قدامكم او يحسسكم بايش هو بفكر بالضبط. فهو ماسك هاي الافكار العصي كلياتها وماشي فيها لقدام رغم انه تعبان في حملها لانه هو هون تعبان وهون تعبان، فهو تعبان جدا جدا. هذا الانسان مهلك التفكير فيك كشخص، يعني كأنه بتحسر على الماضي والذكريات اللي كانت بناتكم. فهو الافكار اللي بتجي زي الاسهم تنزل على راسه وهو بضل يجمع فيها، بس ما بده حدا يدرك شو هو بفكر بالضبط. كمان هو زي كأنه افكاره مشغوله بانها مثلا يجمع بين العمل وبينك وبين ناس معينين في افكار بس عقليا. يعني كيف مثلا انت بتفكر مثلا انا اشتقت لهذا الشخص، هو نفس الاشي بس ما بظهر هذا الشيء نهائيا، هو بيحاول يخبي هذا الاشي بس هو زي طافح معه ونفسه يظهر هذا الاشي، بس بنفس الوقت شافك انه انت قدرت ظهرك للموضوع تركته يا برج الجوزاء. فهذا الانسان تعبان جدا، يعني جدا جدا ارهق التفكير فيك في الذكريات في الماضي. انسان كانه بلف ظهره كل ما يجي يتذكرك او يطلع على الماضي تبعك، كانه بيمسك افكاره بالغصب وبخدها وبتعب وبيحملها وبروح. طيب خلينا نشوف تفكير اللي حكينا عنه. خلينا نشوف شو المشكله اللي بيناتكم. المشكله اللي بيناتكم على فكره في شخص منكم او انتوا اثنين وقفتوا قدام بعض وقعدتوا تحاسبوا بعض على دخول طرف ثالث بيناتكم او دخول شيء يخص العمل او شيء يخص العائله. على فكره هذا الانسان كانه محاسبتك له او صراحتك له ازعجته، خلته يحافظ على افكاره او يحافظ على كلامه عشان هو ما يزعجك. لانه تقريبا المشكله هو شايفه من نظره انك انت اجيت حاسبته على موضوع يمكن هو هذا الشخص اذاك فيه او حسيت انه غدرك فيه، فانت رحت وقلت له انت بصراحه عملت هيك، انت خنتني، دخلت طرف ثالث بيناتنا، انت دخلت العائله بيناتنا، انت يعني قعدت تحاسب فيه على كل اشي صار بيناتكم. فهذا الانسان لهلا بفكر بكلامك اللي انت حكيت فيه ومش راضي يطلع من راسه هذا التفكير. فهذا الانسان حاليا هو شايف الاشي اللي واقف بيناتكم انه الكلام اللي صار كانه حاسك انت ما استشفيت اللي عمله فيك، انه انت زعلان وقدرت ظهرك لهذا الانسان. اعتقد انه زعلك من هذا الانسان دخل طرف ثالث بيناتكم او دخل امور عائليه، او مثلا هذا الانسان مثلا انت شايفه انه مو قد المسؤوليه، يحمل مسؤوليه بيت اسره. كمان انت شايفه كانه اجى مثلا حكى لك سامحني، فقلت له لا انا كيف اسامحك، انت دخلت طرف ثالث بيناتنا، انت خنتني، انت تركتني بوقت مثلا تركتني بوقت انا مثلا كنت محتاجك فيه، فانت تركتني ورحت هيك. فهو شايفك انك انت اذا بده يجي ناحيتك بدك تقعد تحاسب فيه على الماضي كلياته، لانك انت واقف يعني اذا اجى ناحيتك بدك تحاسبه على الماضي. هو هيك شايفك، يعني اقل شيء هو نظرته لك هيك. طيب شو خطوته القادمة؟ الشخص بده يرجع، بس هذا الشخص كأنه أول إشي بده يجرب خوف المحاسبة، أو هو بيستشفي حاليا من اللي صار فيه، عنده حالة استشفاء، استشفاء من يمكن من إدمان، يمكن هذا الشخص مدمن كحول أو مدمن تفكير أو مدمن على إشي.
هو كأنه راح يستشفي هذا الشخص خطوته انه بده يجي واللي اثر فيه معك كأنه بده يجي يعطيك اياه فيس تو فيس، يعني الند بالند، يعني الكاسه اللي انت شربتها بده يشربك اياه، مش مثلا كاسه زعل او اشي، لا كأنه بده يجي يعمل صفحه جديده معك، بدايه جديده يمكن بلش فيها صداقه من ناحيتك، لان هذا الانسان خطوته ورجوع، اذا حدا بيسالني هذا الانفصال هل في رجوع او في رجوع، انا بحبك جدا هذا الانسان، يعني جدا بفكر فيك جدا جدا، بفكر في رجوع هذا الانسان، يعني التفكير مش هدين عنده، حتى الباطني العقل الباطني من ناحيتك، عقل الباطني بحبك يا اخي، شو بدك اكثر من هيك يعني. طيب خلينا نشوفك انت يا برج الجوزاء، شو مشاعرك من ناحيته، وشو انت شايف المشكله اللي بيناتكم، وكيف تفكر فيه. خلينا نشوف مشاعرك من ناحيته، انت حس انه هو توأم الشعلة تبعك. حكيت لكم في فرق بيناتكم، احتمال يكون هذا الانسان مستقر متزوج، وهو مثلا زعلان لانه استقر مع شخص اخر، او هو مستقر وما في بايده حيلة انه يلف لكم ليشوفكم، لانه هو هو زعلان على انه خسركم، لانه هو مرتبط في اشياء تانية. كمان هذا الشخص انت يا ربي برج الجوزاء، عفوا معلش، كانك انت يا برج الجوزاء شايف انه هو توأم الشعلة، هو لافرز للدلافرز، هو برجك يا برج الجوزاء. كمان انت شايفه انه هو متعلق فيه جسديا وعقليا، وعقلك متعلق فيه جدا، لانه انت عقلك الباطني يعني بتحبه حب، على فكرة انت بتحبه حب مش مشروط، يعني حتى لو بيختلف عنك في العادات في التقاليد في المسافة اي اختلاف توأم الشعلة، لانه هو بيكون مختلف عنك، احتمال انت تكون مرتبط، احتمال هو يكون مرتبط، يعني احتمال انت تكون متزوج يا برج الجوزاء، او عندك ارتباطات غير هذا الشخص، وهو احتمال يكون هو اللي مرتبط وعنده اختيارات غيرك، بس هو يعني اذا انت تسألني هو بيحبني نفس انا الحب اللي بحبه، وجدا جدا بحبك ومتأثر على غيابك، بيفكر فيك 24 ساعة، كأنه عنده انت مستقر في عقله الباطني في عقله الواعي، حتى هو بحاول انه يخبي هاي المشاعر، يخبي هذا التفكير، حتى هو متباعد عشان ما تشوفه هو بشو مثلا بفكر، حتى لو حطيت لكم بلوكات هو حاطه لانه عشان انتو ما تشوفوا مشاعره، ما تظهر مشاعره قدامكم. فانا شايفك انت يا برج الجوزاء برضه انت بتحبه جدا جدا، وكأنك تنتظر انه يرجع، انت مستنيه يرجع هذا الشخص، مستني يصير مصالحة بيناتكم ومسامحة، وانا بعرف برج الجوزاء هو طيب وبسامح، يعني ما بهمه يعني، بس انا بعرف ان برج الجوزاء اذا سامح على الخيانة بحس ان الشخص خلص مشكوك فيه، يعني برج الجوزاء ما بحب يعيش في الحيرة، يعني هو اصلا برج متحير. طيب هلا انت تفكيرك الواعي، انت هلا بتدور على استقرار مادي واستقرار عائلي، انت تفكيرك انه انت بدك استقرار وبدك حب وبدك تسامح وحب، وثلاث يعني كروت ريحالة وبزيادة يعني، فانت عندك امية انها تتحقق، ان هذا الشخص يرجع ويصير في بينك استقرار وعائلة، انا اعتقد انه هيك هذا الحب فيه شوي نوع من انواع المستحيل انه يحصل مثلا استقرار الزواج، لهيك انت بتفكر في الاستقرار وفي الزواج. طيب انت بنظرك بوجهة نظرك هذا الانسان كيف جرحك، او شو انت كيف شعورك بالمشكلة، انت شعورك بالمشكلة كأنه هذا الانسان لهلأ انت مجروح من الاشي اللي عمله، وكأنك طالع يعني واقف على اجرك غصب عنك، لانه انت حاسس ان هذا الانسان غدر فيك، دخل علاقة تانية اثناء علاقته معك،
كمان هذا الإنسان أنت عفوا أنت كأنك بتطلع عليه من بعيد وبتراقب فيه، بتشوف إيش بيصير قاعد في حياته، وهل مثلا هذا الإنسان أخذ الكارما اللي بيستاهلها، مع إنك أنت عمالك يعني بتفكر إنه يرجع لك، بس كأنه أنت بدك إياه الطرف اللي دخل بيناتكو يتعبه زي ما هو تعبك، كأنك حاسس إنه في المشكلة تبعتك يمكن اللي يشفيك العصاية الوحيدة اللي تشفيك رجوعه، إنه يقول لك مثلا هذا الشخص أتعبني جدا وأنا ندمان عليك وأنا بحبك، وكأنه أنت قاعد هذا بتستنى في هذه اللحظة وأنت قاعد بتراقبه، ونفس الإشي هو بيراقب فيك وبطل عليك وبس تعب نفسك نفسه نفس الإشي، أنتوا اتنين تعبانين مشاعركوا تعبانة، من ناحيتك تعبانة وأنت من ناحيته مشاعركوا تعبانة. طيب طيب شو الحل يا برج الجوزاء؟ بدنا نحل مع برج الجوزاء. الحل انه يا برج الجوزاء تطلع من الحيرة اللي انت فيها. اعتقد انت يا برج الجوزاء يمكن تقدم لك عرض زواج او استقرار، فانت محتار بين انه تضل على الماضي اللي تركك مثلا وغدرك او خانك او تركك عشان شخص اخر او تركك عشان العائلة او تركك اي ايا كان، ولا تروح للاستقرار للعرض اللي جايك، لانه اعتقد انت يا برج الجوزاء جايك عرض وانت محتار فيه. كمان عندي احساس انه برضه في منكم يا برج الجوزاء انتوا اغلقتوا على هذا الشخص، يعني سكرتوا عليه مثلا السوشيال ميديا، سكرتوا مثلا اذا هو ساكن قبالك وسكرتوا الشبابيك قباله، هيك كانه انتوا مش مخلينه يشوفكوا او ظاهرين امامه، كانه هم يعني النصيحه او الحل للمشكله انه انت تطلع من الرابطه اللي انت فيها، الرابط اللي حاطط حالك فيها، لانه انت مسكر عليه، يمكن حاطط عليه بلوكات ما بعرف انتوا بتعرفوا، بس كانك انت مبعد عنه متباعد، ولانك انت تارك الاشي مثلا للمصير انه يحله. فاذا انت مثلا حاطط عليه بلوكات او هذا ارفع عليه بلوكات اذا انت حابب طبعا تصلح العلاقه هاي، يعني افتح الابواب شوي، او اذا انت جايك عرض استقرار غير هذا الشخص بتقدر انه انت هلا تحط لهذا العرض حدود، تختار وتريح بالك من التفكير، لانه انت شايف المشكله بالنسبه لك متعبتك جدا جدا، وكانك انت واقف في عين عليك على اجريك بالغصب وهو واقف على اجريه بالغصب، وانتوا اثنين تعبانين من جهه بعض، بتحبوا بعض بس في شويه حجزات بينكم او اسوار عاليه انتوا مش قادرين تتعدوها. هون بيحكوا لك في انذار في العاصفه، انتبه يا برج الجوزاء. طب هلا بنشوف شو الانذار هذا في العاصفه. يمكن هذا الشخص انه بده يجيك غضبان، يمكن هلا بنشوف ايش. نقول لك الحب اللي انت شاركته هو حب لا يموت، يعني هذا الحب انا حاسه برضه هيك انه استحاله يموت، حتى لو داخل هذا الانسان استحاله يموت، لو حتى في رغم التعب والفرق بيناتكم وفرق يمكن في فرق مستويات طبقات، يعني انتم مثلا شايفكوا هذا الشخص انكم مثلا مرتاحين ماديا مرتاحين اسريا، بس هذا الانسان هو حاسس انه هذا الحب ما راح يموت. وانا بقول لكم هذا الحب هو الحب الحقيقي، هو الحب اللي ما راح يموت، يعني لانه في راجع لهذا الحب، عشان هيك حضروا حالك يا برج الجوزاء لرجع زي هذا، وهذا الحب الذي لا يموت. كمان انا شايفه في بعض منكم يا برج الجوزاء زي ما حكيت لكم انتم معروض عليكم كمان عرض غير هذا الشخص، فانتم محتارين بيناتهم،
خلينا نشوف شو بيحكوا لنا هون. انت كأن الناس، انت كأنك مستشار والناس تستشيرك. انت مستشار طبيعي ويستفيد الكثير من الناس من التوجيهات والطمأنينة. يعني انت كانت معروف برج الجوزاء انه هو الناس بتيجي بتستشيره رغم طيبته وهذا، بس هو جدع، فانت الناس بتستشيرك، فانت استشير نفسك. يعني شوف شو بدك تعمل في هذا الموضوع، في الحيرة اللي انت داخل فيها اطلع منها عشان هذا الموضوع يتحل. برج الجوزاء اليوم متكرات. طيب خلينا نشوف العاصفة اللي بنزلونا فيها، شو هي العاصفة اللي جاي تجاك يا برج الجوزاء؟ زي ما حكيت لكم، اتمنى هذا الانسان يجي مثلا يجي يواجهكم مثلا بقسوه او بعصبيه او بنرفزه، فهذا الانسان حضروا حالكم رجوع، يعني رجوعه بقولوا لكم مثلا انه امسكوا على اعصابكم. كارت القوه والتسامح، انه هذا الانسان راح يجيكم، يمكن هذا الانسان يجيكم حامل هموم كثير، فمثلا كيف يحكي يجي في الشغل فيكو، فهذا الانسان هيك بده يجي زي العاصفة بده يجي. فهو عشان هو من الماضي، رجوع من الماضي وتسامح، حضروا حالكم لهذا الموضوع لانه راح يصير مواجهات. انا بحس انه راح تصير محاسبة في هذا الموضوع، عندي احساس كمان انه هذا الانسان مش تيجي مثلا يحكي لك مثلا سامحنا على صار، لا راح يصير نقاش حاد بيناتكم، فهذه العاصفة اللي راح تكون جايتك يا برج الجوزاء. مثل ما حكيت لكم هذا الشخص جاهز جاهز للمواجهة، لأن تقريبا هذا الشخص طلع من علاقة أتعبته، علاقة يمكن هذه العلاقة كانت أثناء أنتوا كنتوا موجودين معاه، فهذا الشخص كأنه بده يجي يفجر الموضوع قدامكم. آه مثلا أنا سويت وأنا خنتك وأنا هيك، فأنا ندمان، فشو الحل؟ أنا بدي أرجع، يعني هيك بدي يجي وبدك أنت هيك تطلع على إنه واو، يعني جاي مثلا إنه وكأنك بدك كمان تحملني جميل لأنك راجع، فهيك رح تكون المواجهة هذه، يعني ما عندكم عاصفة لا تخافوا. طب خلينا ناخذ شو نهاية القراءة هذه، إن شاء الله تكون هي سعيدة يا رب. أو شو نهاية العاصفة تبعتكم؟ إذا أنتوا فقدتوا التوازن رح ترجع تتوازنوا، أنا أعتقد أنتوا زي متحيرين في أمرين في شخصين، أو متحيرين إن الشخص هذا ليش عمل هيك، أو أنتوا سكرتوا هذا الباب لأن الشخص هذا دخل طرف ثالث بيناتكم. كمان إنه أنتوا هذه نهايتها إنه رح يصير كلام بيناتكم، يعني رح يصير كلام شفاء طيب، يعني مش رح مثلا يصير لا سمح الله عاود فراق او يصير رحيل، لا كانه هذا رجعه هذا الشخص تتوازن كبرج الجوزاء وتوازن الشخص نفسه. هون صح طلعنا برج الاسد، يعني عشان الابراج قلت لكم قراءات مائيه وهوائيه وكل الطاقات موجوده هون. وبرج الجوزاء اكثر شيء ظاهر عندي برج الجدي وبرج الجوزاء. شكرا لكم يا برج الجوزاء، اسف على الصوت اللي عندي، معلش سامحوني. وشكرا لمتابعتكم، اللي عجبوا الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس ويحط لايك للفيديو، وبتمنى لكم مشاهدة ممتعة ان شاء الله.